قصر تمنطيط. يبعد هذا القصر الأثري عن مقر ولاية أدرار ب 12 كيلومتر، وإذا ما أردنا التعرف على أصل تسميته فهو يتجذر من اسمين هما أتمى وتعني النهاية وتط وتعني العين، وقد ورد اسمها في أكثر من مرة في مؤلف العبر وديوان المبتدأ والخبر للعلامة ابن خلدون قائلا: وآخرها من جانب الشرق يسمى تمنطيط، وهو بلد مستبحر في العمران، وهو ركاب التجار المترددين من المغرب إلى بلد مالي في السودان لهذا العهد ومن بلد مالي إليه. من هذا المنطلق يعتبر هذا القصر محطة تجارية تاريخية هامة تضمن أكبر عدد من الحرفيين، وهو ما وقف عنده عبد الحميد بكري في مؤلفه النبذة في تاريخ توات وأعلامها قائلا: ذكر أنه في منطقة تمنطيط وحدها كان بها ما يقارب حوالي 363 سائغا بمعنى حرفي. وفيما يلي نستعرض لكم بالصورة الطريقة العملية لصناعة الحلي التقليدي. الإجراءات العملية لصناعة الحلي تمر بخمس مراحل وإليكمها صورة وتعليقا. المرحلة الأولى: أول عمل يقوم به الحرفي وهو الحصول على المادة الأولية المتمثلة أساسا في الفضة واضعا إياها في إناء يسمى البوط، ليعمل على تذويبها بالنار مستخدما في ذلك ميقة خاصا بهذه العملية. وقد تستغرق هذه المدة وقتا، معتمده في ذلك خبرته وقت ما يدرك تهيئ المادة وتشبعها من النار، ليتسنى له بعد ذلك حمل البوط المحتوي لقطعة الفضة المذابة بالمرقد ليصبها في قالب فولاذي مبردا قطعة الفضة في التراب بدل الماء، لكون هذا الأخير يعمل على تشقيقها ثم يشدها بماسك ويقوم بطرقها على طاولة حديدية تسمى بالمزبرة بتقنية خاصة حتى يحصل على الشكل المراد صياغته كما تلاحظون في الصورة. المرحلة الثانية وتسمى بعملية الزخرفة، يقوم الحرفي بتسخين القطعة المراد زخرفتها، ثم يبدأ باستخدام أدوات مستوحاة من الواقع صابغا إياها بمخيلته المبدعة مستخدما في ذلك أدوات تحمل أشكالا هندسية وحروف أبجدية عربية وأجنبية تمكنه من الحصول على الزخرفة المراد.
أما المرحلة الثالثة فتسمى بعملية التدوير، أي تدوير السوار أو خاتم الفضة. يستعمل فيها قالبا قصديريا خصص لهذا الغرض حتى لا يلحق الضرر بالزخرفة. به حفر متفاوتة الأقطار، منها ما يستخدم للخواتم ومنها ما يستخدم للأساور، كما يشير إلى ذلك الحرفي. كاين الهوايج اللي قدام بزاف لازم تلقى عليهم سيارة بصح الحوايج اللي لا ولا ولا خرجوا الحفاري كل وحدة هذي واه كلها كيما هادو نخدم فيهم تاع الخوات وري الكام هادو نخدم فيهم تاع الخوات ما شفتو نزلو فيهم ايوا هادوك الخوات نضربو فيهم نضربو معايا باش وهادي تاع السوق هاديك لا باش هي لا باش ندورو فيهم هادو الريس تاع الخوات نديرو هنا يعني كيضربوا لداخل يعني ديك الزخرفات نضربوا هذا القالب اللي يكون هنايا في الحرب ولا هذا نديروا هنايا ونضربوا باش يجي محفوظ قلت لك نضربته على الحديد الحرب هذا كيروح لا يضيع شويه ما يضيعهاش كيما هذا يضيعهاش كنضربوا هنايا ما يضيعش كنضربوا على الحديد من هنا كيما هذا الجزء يخدموه هنا ايوا انا فوق ايوا نضربوا هنايا كنضربوا هنايا باش يجي داير باش يجي داير باش كيسدي سدي فوق هنايا قلت لك نضربته على الحديد السمي هذه تروح تروح فهمتك كيما هذه فيها جحور تاع فرنسا فيها الاف والارض هاد القلبة تخدمو وحدو تخدمو وحدو من بعد ضربو هنايا خاطرش يجيبها باش يجي مغرب على صد الدرجة الخاتم فهمتكم كنضرب شويه الهدية. بعد الانتهاء من مرحلة التدوير نكون أمام مرحلة رابعة وتسمى عملية التلحيم. يثبت الحرفي السوار أو الخاتم لتسهيل عملية تلحيمه، ثم يقوم بتحضير المادة اللاصقة المسمات باقيت لارجو كما تشاهدون. بالنار لو كان مشغول ما تجوش لو كان تقلع على الدير واحدة ما تجوش لازم البودرة هو اللي يسمى يجري من بعد البودرة زي نديرو في قابسة واحدة ثم علاه تقلعو أصلا في اللون باش تقدرش تسجي بها كيما هكا ونرموز تكون كاش تسجل عنده باريش يعني سجل حنا هذيك ما عندناش لازم تقلعو خليش تعطيه النار كاع يضيع الباطل يضيع الباطل كيما هكا تسجل فيه كيما هكا نقلعو البودرة زي نديرو واحدة في قابسة وعاد نقطعو نديرو في قابسة واحدة كيما هكا من بعد كيجي تسجل تهز واحد منهم لا تحطها مباشرة هنايا وهذا يكون سخوف منها تسبير البودر سجل مباشرة خاطر لازم هذا لو كان ما كانش هذا ما تجيش
لينطلق بعدها في عملية تذويب المادة اللاصق على السوار مبردا إياه في التراب كما فعل مع القطعة الفضية في المرحلة الأولى. وزعوا تبرزا في التراب لحظة ما كانت في المسألة سكسوا سكسوا ولازم تبرزا غير في التراب كما وزعوا تعامل وكعملية أخيرة في هذه المرحلة يعمل على إزالة الشوائب العالقة بالسوار وتعديل حوافه بالمبرد كما تحكي الصورة. كمرحلة أخيرة وهي عملية التنظيف والصقل يحضر الحرفي إناء به مادة الشب والملح مع قليل من الماء واضعا السوار المراد تنظيفه في الإناء ثم يتركه يغلي لمدة زمنية معينة وبعدها يخرجه بواسطة ملقة ليعمل على كشطه جيدا باستخدام الماء بغية إعطاء بريقا ولمعانا. وإليكم بعض نماذج ما جدت به أنامل الحرفي. Thank you.